مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقوم بمراجعة لمايكروفون بويا MM1. هذا هو. سوف أقوم بفتح العلبة رغم أني قمت بفتحها من قبل، قمت بالتسجيل بواسطتي. كما ترون تواجد هناك الميكروفون بويا MM1 وحامل الميكروفون هذا كما ترون، ويوجد حقيبة صغيرة لوضع الميكروفون. من ثم يوجد كيبل الخاص بالهاتف والكيبل الخاص بالكاميرا، لأن ميكروفون بويا MM1 يستعمل في الهواتف والكاميرا أيضا. الآن سوف أقوم بتجربة الميكروفون معكم. كما ترون الآن تسمعون صوتي من ميكروفون الهاتف. سوف أقوم الآن بتركيب الميكروفون هذا الصوت قبل، وهذا هو الصوت بعد. هل هناك اختلاف أو لا؟ سوف تجدون رابط شراء الميكروفون أسفل الفيديو. كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام. كما ترون الآن قمت بالدخول للغرفة. هذا هو صوت الميكروفون بويا MM1، وهذا هو صوت الهاتف كما ترون. هل هناك فرق أو لا؟ سوف أعيد تركيبه. هل هناك فرق أو لا؟ يوجد فرق شاسع.